بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل احنا اللي هو سكشن 8 7 اللي هو بروبر انتجرالز. وصلنا لعند اللي هو تيست فور كونفيرجنس. اختبارات للتقارب عشان احكم على تكامل انه متقارب ولا لا. في عندي نظريه بتقول اسمها دايركت كومبارزون تيست، مقارنة مباشرة. لو كان عندي اقترانين موجبين، موجبين يعني الاقتران لما يكون موجب يعني يقع أعلى محور إكس، مظبوط؟ ولما يكون أكبر أو يساوي الصفر يعني ممكن يكون محور السينات مماس له، أما ما بيقطعوش. لو قطع محور إكس معناها هينزل تحت ولا لا؟ فإحنا قلنا إيش؟ لو كان عندي F of X، النظريه بتقول لو كان عندي اف اوف اكس اقل من او تساوي جي اوف اكس على فتره معينه هذا اكبر او تساوي الصفر. لكل اكس تنتمي الى انترفال اي وما لا نهايه، تمام؟ طيب وكل اكس اكبر من او تساوي اذا كانت الاف اصغر من الجي على هذه الفتره. طبيعي أن لو جيت أرسم معنات الكلام إنه لو كانت الـ F of X هان هتكون الـ G of X فوق أعلى منها دائما، لأنه هانا Y أكبر من الـ Y. القيمة اللي عقبالها عند لما X إيش ما تكون X تكون قيمة Y للـ G أكبر من قيمة الـ Y للـ F. لو كانت هذه F of X هذه تكون G of X. فالفترة على فرض ان اخذناها مثلا نقول هنا هي الاي من اي الى ما لا نهاية، الجي اعلى من الاف. لما يقول لي اكبر او تساوي يعني ممكن هذه تتنازل وتصل شوية في بعض النقاط يتساوون مع بعض، هان لقدام ممكن يضربوا في بعض، لكن طول الفترة الجي اعلى او تمس الاف، اما تقطعها تنزلش تحت نهائيا. فالآن أنا لو جيت بمنطق التكامل تبعنا، الاقتران موجب، التكامل المحدود بكون مساحة عادة، صح؟ مساحة التكامل المحدود، الاقتران موجب يقع فوق محور إكس هي مساحة. فلو جيت أحسب المساحة تحت الجي هلاقيها دائما أكبر من المساحة تحت الأف، صح؟ بالعكس، مظبوط؟ أوكي، بدنا نركز من أولها. الآن أنا عندي اقترانين والعلاقة قدامي. احنا قلنا في المحاضرة فاتت انه لما اقول عن التكامل كونفيرجز يعني جواب التكامل بيطلع لي عدد حقيقي، صح؟ ودايفيرجز انه بيطلع ما لا نهاية سالم لا نهاية او قيمة غير محددة، اي قيمة غير معينة. طيب الان انا بدي احكم على تقارب الاف، انا عندي اقتران بدي احكم عليه هل هو متقارب ولا متباعد بناء على الجي، أو أحكم على الجي بناء على الأف. الآن النظرية فيها بندين، إيش بقول؟ قبل ما أحكي إيش النظرية بتقول، هاي عندي أنا اقترانين واحد أكبر من الثاني، المنطق طبعا النظرية هتستوعبه بالكلمتين هذول، كويس؟ واحد هاي الجي وهي الأف هذه أكبر. الآن إذا كانت الجي محدودة كونفيرجنت يعني متقاربة تقترب من عدد محدد مش إلى ما لا نهاية، متقاربة إذا كانت لطويل فيهم محدود فاللي أكثر منه أكيد محدود، صح؟ أكيد، لأنه على الأقل هيكون محدود بالحد تبع الكبير، صح؟ هذا هاي واحد. فبنقول إذا الكبير محدود فالصغير محدود، لكن لو كان الصغير محدود ربما الكبير يظل ما لا نهاية، مالوش علاقة، يعني بقدرش أحكم على الكبير عن طريق الصغير، واضح؟ كمان مرة، إذا الكبير محدود فالصغير محدود،
يعني إذا الكبير كونفيرجنت فالصغير كونفيرجنت. سيبيك من نص النظرية هذه، خليك معي. الآن البند الثاني بيقول لي إذا كان الصغير غير محدود، إذا الصغير بصل رأسه وبقلط السطح لما لا نهاية، فمالك باللي أعلى منه؟ أكيد بكون غير محدود، أو بالأصح بلغة الكونفيرجنس إذا الصغير دايفيرجز يعني التكامل تبعه بيطلع ما لا نهاية، فاللي أكبر منه أكيد حيطلع أعلى منه، وبالتالي حيكون دايفيرجز. طيب الآن لو الكبير دايفيرجز زي ما قلنا إلى ما لا نهاية، هذا ربما يكون كونفيرجز أو دايفيرجز، ما لوش دخل. فكمان مرة عشان نلم الأمور نركز، إذا الكبير محدود فالصغير محدود، إذا الصغير غير محدود فالكبير غير محدود. تمام؟ كلمة محدود أو غير محدود بمعنى ناتج تكامل عدد حقيقي أقل من ما لا نهاية، ماشي؟ غير محدود بمعنى دايفيرج. حلو الكلام؟ يبقى بالعقل إذا الكبير محدود فالصغير محدود، هاي البند الأول. البند الثاني إذا الصغير غير محدود فالكبير غير محدود. أي مخالف العكس مش بالضرورة يكون صحيح. إيش العكس؟ يعني لو كان الكبير غير محدود هذا قد يكون محدود وقد يكون غير محدود، لكن لو كان الكبير محدود فأكيد الصغير محدود. ثاني الآن نقول لما يكون الصغير غير محدود فالكبير أكيد غير محدود، لكن لو كان الصغير محدود فالكبير قد يكون محدود أو غير محدود، فبقدر أشرحكم. واضح الكلام؟ بالمنطق هذا هي نص النظرية، بس النظرية بقول لي معطيني النتيجة وبعدين مأخر السبب عشان نستوعب النص. إيش بقول؟ إيش بقول النص؟ بقول التكامل من A لما لا نهاية للF of X، أساس إنه F of X هي الصغير، صح؟ الF of X هي اللي يصير. الF of X converges if تكامل الG converges، يعني تكامل الصغير converges محدود إذا الكبير محدود، وإحنا بنقولها إذا الكبير محدود فالصغير محدود. يبقى هذه ممكن أعيد قراءتها، أقول if integration من A لما نهاية إلى G of X converges فإن تكامل الـ F of X converges. تمام؟ البند الثاني بقول تكامل الـ G of X الكبير diverge إذا الصغير diverge. واضح؟ تكامل من A لما نهاية إلى G of X diverge if تكامل الـ F of X diverge. وبالتالي احنا ممكن نعيد قراءتها، نقول اف تكامل، اذا كان تكامل الاف اوف اكس دايفيرج فتكامل الجي اوف اكس دايفيرج. الخلط غير هيك ما بينفعش. نشوف المثال الاول، بقول لي طبعا هنا الاكزامبل هنا قال لي النتيجه مباشره في الامتحان، انا بقول discuss the convergence of the function، ناقش او ابحث تقارب هذا القرن، هل هو متقارب ولا متباعد؟ تمام؟ واحنا ما فيش عندنا غير هذا التست، هذا والتست اللي بعده، يعني مش حنتوه كثير لو اجاني سؤال عليه في الامتحان. لو قال لي ناقش التقارب مش حاسرح كثير، لانه حيكون عندنا اختبارين فقط، لكن بعد ما ناخذ شابتر 10 بكون عندنا اختبارات كثيره. الآن بده أشوف تكامل من وين لوين؟ من واحد لما لا نهاية لساين تربيع، من واحد لما لا نهاية لساين تربيع إكس على إكس تربيع دي إكس. بقول لي شوف هذا الاقتران متقارب ولا متباعد. تمام؟ أوكي. الآن أنا بدي أخذ أقول الساين إكس نفسها مش محصورة ما بين الواحد وسالب واحد، صح؟ الفترة هذه هي في النص، ايش بيجي؟ صفر، صح؟ طيب الان انا بدي تربيع، لو ربعت هذه بتكون محصورة بين ايش وايش؟ بين واحد وواحد، معناها قيمة واحدة، صفر وواحد، صفر وواحد. ليش؟ لان انا بدي اربع كل اللي هان، وخذي بالك هذه منطقة قصور حقيقية، بمعنى البسط أصغر من المقام، لما البسط يشد حاله ويصير قد المقام بصير واحد، يبقى كل الأعداد اللي بينهن قصور حقيقية، بمعنى البسط أقل من المقام، في كسر وفي كسر حقيقي، الكسر الحقيقي اللي بيكون بسطه أقل من المقام. تمام؟ فكل الأعداد اللي هن قصور حقيقية، بالسالب أي نعم، لما ربعها
بيطلع جوابها هان، صح؟ عليكم السلام. والأعداد اللي هان لما ربعها بضل جوابها هان، وبالتالي مربع كل هذه الفترة بتيجي ما بين الصفر والواحد. إذن صفر أقل أو تساوي ساين تربيع إكس أقل أو تساوي واحد. حلو الكلام. الآن بدي أقسم على إكس تربيع. خذوا بالكم هذه حدود التكامل، معناها من إكس بتساوي واحد إلى إكس إلى ما لا نهاية، تقول إلى ما لا نهاية، ما فيش نقول تساوي. فهذه قيم إكس، واضح إنه إكس مش صفر. كمان أنا عندي الإكس أكبر من أو تساوي واحد، بمعنى لو ضربت فيها مش هتأثر على اتجاه المتباينة، لو قسمت عليها برضو مش هتأثر على اتجاه المتباينة. وبالتالي الآن بدي أقسم الحدود الثلاثة على إكس تربيع، بالقسم على إكس تربيع عشان أحصل على هذا الاقتران. قسم على إكس تربيع صفر أقل أو تساوي، هاي الاقتران اللي احنا بدنا إياه أقل أو تساوي واحد على إكس تربيع. حلو الكلام. الآن هذا هو التكامل اللي احنا بدنا إياه، أو هذا الاقتران بدي تكامله من واحد إلى ما لا نهاية، وهذا من واحد لما لا نهاية. هذا اللي قدامي الأكبر ولا الأصغر؟ هذا أكبر من هذا. طب هذا التكامل من واحد لما لا نهاية، لا خلينا نقول دي إكس على إكس تربيع، كونفيرجز ولا دايفيرجز؟ واي كونفيرجز. ليش؟ لأنه أكبر من واحد. أكبر من واحد. أنا مرضيش أذكركم في القاعدة قبل ما أبدأ عشان أشوف مين متذكر. في عنا إحنا مثال رقم ثلاثة قلت لكم هذا مهم جدا، صفحة 74 البي رول قلت لكم هنسميه. قلنا التكامل من واحد لما لا نهاية لدي إكس على إكس أس بي، هذا قلنا كونفيرجز لما بي أكبر من واحد، ودايفيرز لما بي أصغر أو تساوي واحد. واضح؟ سميناها بدنا نصير مصطلح إلنا هذا خاص فينا، البي رول نسميها، ماشي؟ على القاعدة بي. باجي بقول له بما أن تكامل هذه كونفيرجز واي، ضروري الواي بي بتساوي اثنين، والاثنين أكبر من واحد، يبقى ليش كونفيرج؟ بناء على القاعدة اللي عندي، ما دام الكبير محدود فما لنا بالصغير، إذا هذه كونفيرج. عشان هيك قال لك في بداية الحل إنه هذا كونفيرج، لا إحنا بدنا نأخر الجواب للآخر. بما أن الكبير هذا تكامل كونفيرج، إذا التكامل واحد لما لا نهاية لساين تربيع إكس على إكس تربيع دي إكس كونفيرج. من وين هذه؟ بنسميها دايركت كومبارزون تيست، نظريه تبعتنا اللي هي ايش؟ المقارنه المباشره. دايركت كومبارزون، كومبارزون جاي من كلمه كومبير، كومبير بتوين كومبيرز يقارن، صح؟ كومبارزون اللي هي المقارنه، دايركت كومبارزون تيست باختبار المقارنه هذه كومبيرز. تمام. So the integration وين رحت؟ دايفيرس؟ وين رحت دايفيرس؟ لا يبقى رحنا سؤال ثاني. لا سؤال ثاني. اوكي. اوكي 77 شفنا الاكزامبل الاول، اشوف الاكزامبل الثاني قبل ما ناخذ التست الثاني. نحاول نخف عشان نخلص شابتر 10، سكشنين في شابتر 10، بلاش كله اليوم. قبل ما اخذ او قبل ما ناخذ الاكزامبل الثاني ناخذ بالنا، خذوا بالكم معي الان، خليكم معي. الثمانية على واحد قديش؟ صح. ثمانية على اثنين، ثمانية على أربعة، ثمانية على ثمانية. كل ما كبر المقام بصغر الكسر، كل ما كبر المقام بصغر الكسر، لأنه الكسر هذا جوابه ثمانية، الكسر صار جوابه أربعة، كبر المقام، صح؟ والعكس كل ما زغر المقام
بيكبر الكسر. كل ما زغر المقام بيكبر الكسر. يعني أنا أقول واحد على اثنين أكيد أكبر من واحد على عشرة، لأنه كل ما زغر المقام بيكبر الكسر، وكل ما كبر المقام بيصغر الكسر مع بقاء البسط. يعني ثابت بيختلف. لما أقول تسعة على عشرة أكيد أكبر من نص، فمع بقاء أو مع ثبات البسط. أوكي، اللي بدي أقوله الآن كويس هذه القاعدة أكيد عارفينها أنتم. الآن لما أقول واحد على إكس وأحط إشارة المقارنة، واحد على إكس ناقص واحد، مين أكبر؟ كل ما زغر المقام، هذا أقل من إكس بواحد، أقل نقص، فهذا أصغر من هذا. كل ما زغر المقام بيكبر الكسر، صح ولا لا؟ تمام؟ إحنا نقرر هذا الكلام. طيب لما أجي أقول واحد على إكس تربيع أصغر من واحد على إكس تربيع ناقص واحد من عشرة، صح ولا غلط؟ أكيد، لأنه المقام زغر يبقى الكسر أكبر، صح؟ ما تشكوش، أنت تخافوش من كل حاجة. طيب أوكي، الآن بقدر أخش على المثال وأنا مطمن أنكم ممكن تستوعبوا اللي بحكي. نشوف الإكزامبل إيش بقول. بقول التكامل من واحد لما لا نهاية لواحد على جذر إكس تربيع ناقص واحد من عشرة دي إكس. بقول لي دايفيرج. ليش؟ ما تحاولوش تشوفوا الجواب، حاولوش تشوفوا الحل. أنا بدي أخذ الواحد الاقتران اللي عندي ناقص واحد من عشرة، كويس؟ الآن ها في عندي واحد على جذر الإكس تربيع، صح؟ دائما أي سؤال بعطيك حاولي تجردي الأرقام منه للمقارنة. يعني لما يقول لي مثلا 5 إكس زائد 3 على إكس تربيع ناقص 3 إكس زائد مثلا، بقول هذا أكبر من 5 إكس على إكس تربيع ناقص 3 إكس زائد 1، صح؟ الآن أنا زغرت البسط فبكون أكبر، هيك شلت منه 3 أنا في البسط، المقام تكلمت في المقام، صح؟ طيب ها لو أنا شلت المقام، شلت الواحد بصغر المقام بصير أكبر منها، صح؟ فهيك بصير أكبر 5 إكس على إكس تربيع ناقص 3 إكس، صح؟ لما بشيل أرقام أنا بقعد أقارن، بقعد أجشبر في السؤال لما يصفالي على حاجة سهلة عندي. فأنا هان أول حاجة تتخلص من الواحد من عشرة، شلت الآن الكس المقام صغير ولا كبر؟ هيك كبر، يبقى هذا أصغر، يبقى هذا أكبر أو يساوي، تجاوزاً أو يساوي. سألون الطلاب ليش بنحط يساوي مع أنه هذا أكبر من هذا؟ قلنا أو قلت لهم أيامها أنه هيك العبارة تبقى صحيحة، لأنه إحنا أخذنا في المنطق هذا إيش بنقرأها إحنا؟ أكبر أو تساوي، ذكرناهم في ألف باء ألف أو باء، عارفين هذا الرابط تذكروا؟ صواب صواب خطأ خطأ صواب خطأ صواب خطأ. إذا فيها ريحة الصواب هان أو هان كله صواب، ما عدا الخطأ، مع خطأ هي الخطأ والباقي كله إيش؟ مظبوط ولا لا؟ إذا فيها ريحة الصواب أي حاجة فيها صواب، أي واحد الأولى أو الثاني صواب، يبقى العبارة صواب. عكس الآن الواية لازم بس هذه الصحيحة والبقيات خطأ، صح؟ بغض النظر. فأنا الآن أكبر أو تساوي، الآن مدام أو العبارة أكبر، صح ولا لا؟ يبقى العبارة تبعتي سليمة بنفع. أنا عشان ألتزم بنص النظرية بس، لأن النظرية قالت لي الأف أصغر أو تساوي جيم. المهم الآن هذه أكبر أو تساوي هذا، صح؟ هذا يساوي واحد على أبسليوت، ما ننساهاش، نحاول ما نطنجش الأبسليوت. طب الإكس من وين لوين؟ يعني موجبة، يبقى هذه عبارة عن إيش؟ واحد على إكس، تمام. الآن هذا بدي أخذ له تكامل من واحد لما لا نهاية، وهذا أخذ له تكامل من واحد لما لا نهاية. هذا اللي هان اللي أنا بعرف قاعدة عليه، هذا اللي بدي أحكم عليه، أنا بدي أحكم عليه من خلال هذا.
الآن التكامل من واحد لما لا نهاية لواحد على إكس دي إكس والأس واحد كونفيرج ولا دايفيرج؟ طيب إذا لصغير مش هذه أصغر؟ إذا لصغير مش حطنا فوق بعض؟ إذا لصغير دايفيرج فما لكم اللي أعلى منه؟ دايفيرج صح ولا لا؟ فهيك وبالتالي بما أن هذا دايفيرج ليش؟ بي بتساوي واحد القاعدة بي تساوي واحد احنا قلنا أصغر أو تساوي واحد دايفيرج إذن التكامل بقول هذا الكلام باي دايركت كومبارزون باي دايركت كومبارزون تيست يكون عندي إيش؟ إذن تكامل من واحد لما لا نهاية لدي إكس على جذر إكس تربيع ناقص صفر ما له هذا؟ دايفيرج تمام؟ صح؟ إذا كان خلص هو بيقول لي احكم على هذا التكامل هل هو كونفيرجنت ولا دايفيرجنت؟ حيطلع لي جواب حقيقي ولا لا؟ بقول له إذا اللي أصغر منه طلع لما لا نهاية أو دايفيرجنت احنا في المثال ثلاثة هذا قلنا بيطلع ما لا نهاية صح؟ في الأقل أو تساوي واحد بيطلع ما لا نهاية فإذا الصغير طلع منها فما في اللي فوقه منه فوق حيطلع أكيد ما لا نهاية هذا بالنسبة للاختبار الثاني يعني بيشبه هذا كمان لو اجى سؤال قال لي التكامل اظن شرحنا المحاضره فاتت من واحد لما لا نهايه لدي اكس على واحد زائد اكس تربيع قلت لكم جربوا كانت من سالب ما نهايه لما لا نهايه اه وهذا السؤال كانت من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه وقلنا تاخذوها من سالب ما لا نهايه لصفر من صفر لما لا نهايه قلنا لكم جربوا من سالب ما لا نهايه لواحد ومن واحد لما لا نهايه حدا جرب غير اسيل قالت لي جرب من سالب ما لا نهايه لواحد ومن واحد لما لا نهايه ونستخدم الليمت وقلنا من سالب ما لا نهاية من إيه طبعاً من إيه لبي من إيه لبي بنخلينا دول بالليمت صح؟ شيء وبنأخذ عدد إحنا عارفين الظل تبعه شهادتان إنفرس ولا لا؟ لو قلت لك أحكم قلت لكم أحكموا على هذه هاي واحد كونفيرجنت ولا دايفيرجنت بدي اخذ واحد ما تستعجل دائما الورقه والقلم احسن للعلم يعني هيك معلش تايم اوت دقيقه عشان الورقه والقلم في الرياضيات الواحد لما يشغل مخه يحل رياضيات هيك ما بزبطش انا بتذكر ايام ما شرحت لكم اياه المثال هذا حاولت احط رقم غير الصفر قلت بتطلع يمكن باي ناقص باي ما زبطتش معي تقريبا قلت لا خلينا نجرب فيها في الدار الورقه والقلم ضروريه بالرياضيات ضروري ما ينفعش تتخيل لازم الورقه والقلم مثال بضرب للطلاب دائما في شركه طلبت محاسبين عملوا امتحانات ومقابلات وصفيت على اثنين افضل اثنين في كل الموجودين قال لهم رئيس الشركه دخلوهم علي هاتوهم انا اللي بدي افصل مين نختار منهم وهم قاعدين جنبه قال لهم اثنين في ثلاثه واحد فط قال له ستة يعني سؤال بسيط راح واحد مسك ورقة وكتب اثنين ضرب ثلاثة أخذ اللي مسك الورقة والقلم وكتب اثنين في ثلاثة ما استهترش في السؤال الورقة والقلم في الرياضيات ضروري أستخدم الورقة والقلم ما استخدمش العقل ما استعجلش أهم حاجة الآن أنا بدي أشوف الواحد على واحد زائد إكس تربيع هذه مالها أقل من أو تساوي واحد على لأن هذا أصغر منها صح؟ هذه كونفيرج ولا لا؟ الكبير كونفيرج يبقى اللي اصغر كونفيرج ما استعجلش بس ضروري الورقه والقلم تمام؟ هذه كونفيرج من واحد لما انها كونفيرج يبقى هذه بتكون كونفيرج اهم حاجه ما افطش انا واستعجل لكن ممكن طالبه ثانيه تحل نفس السؤال على الامبروبر انتجرال وتشتغل على ايش؟ على التان انفرس وتحل وتجيب الجواب لا انا هيك التست افضل لي ولا لا؟ افضل ما اطلع الجواب طيب نشوف الان التست الثاني اللي هو ليميت كومبارزون تيست ليميت كومبارزون تيست نظريه ثانيه النظريه بتقول لي اذا كان اف ذا بوزيتيف فانكشنز اف ان جي ار كونتينوس اون اي وما لا نهايه لو عندي اقترانين الاف والجي متصلات على
الكلوزد انترفال انجاز التعبير اهم بنسميها كلوز من اي لما لا نهايه. اند اذا كان الليمت لاف على جي يساوي العدد حقيقي موجب كمان، فان اذا كان انا عندي الاف اوف اكس وجي اوف اكس في شيء مقارنه هنا اكبر او اصغر، ما فيش اكبر او اصغر تمام، التنتين اكبر من الصفر على الفترة A وما لا نهاية. إذا كان limit f of x على g of x لما x تقول لما لا نهاية يساوي L، والL عدد أقل لما أي حاجة نكتب صورة معناها عدد محدود، هاي معناها يعني عدد حقيقي أقل من ما لا نهاية أكبر من صفر، بمعنى لازم يكون موجب. إذا كان موجب فإن الاقترانين الاف والجي لهما نفس الحكم، اما both converges or both diverges. اذا جبت الليمت اقتران على اقتران وطلع الليمت في الاخر عدد حقيقي بقول هذول الاثنين لهم نفس الحكم، يا اثنين converge يا اثنين diverge، واحد منهم انا بقدر احكم عليه والثاني اللي بيكون في السؤال اللي معطيني السؤال بقول لي احكم عليهم converge ولا diverge، بقدر احكم. كيف يعني؟ نشوف المثال نفسه، أنا كنت حأعيده تاني. هاي نص النظرية بقول شو ذات التكامل من واحد لما لنهاية converges by comparison with، من غير ما يقول لي comparison هو قال لي اثبت إنه الاقتران أو التكامل dx على واحد زائد x تربيع اثبت إنه هذا converges by comparison with أو comparing with التكامل dx على x تربيع، اثبت انه هذا متقارب بمقارنته معها بالليمت كومبارزون تيست. نركز هنا، انا عندي الاف اوف اكس هي واحد على واحد زائد اكس تربيع، الجي اوف اكس هي واحد على اكس تربيع تمام على الفتره من واحد الى ما لا نهايه. الان بدي اجيب الليمت لاف اوف اكس على g of x لما x تقول إلى ما لا نهاية، حيسوي لي الليمت لما x تقول لما لا نهاية لواحد على واحد زائد x تربيع تقسيم واحد على x تربيع، مش هيك؟ بدي أعمل بدل قسمة حولها لضرب، بقلب المقسوم عليه. ركز هان ركز هان معي كلام، يبقى حيساوي الليمت لما x تقول إلى ما لا نهاية لا x تربيع على x تربيع زائد واحد أو واحد زائد x تربيع، مش مشكلة حيطلع الجواب. قديش عندي قاعدة ما لا نهاية اللي احنا حافظينها؟ إذا درجة البسط نفس درجة المقام يبقى المعامل على المعامل وخلص، مظبوط ولا لا؟ أوكي. الآن هذا الواحد أقل من ما لا نهاية وموجب ولا مش موجب؟ يبقى هذول الاقترانين كل منهما إما اثنين متقاربين أو اثنين متباعدين لهم نفس الحكم. طيب هذا اللي أنا بعرفه على البي رول كونفيرج ولا دايفيرج؟ كونفيرج إت كونفيرج مضبوط أس حطيها هذه كونفيرج، يبقى هذه لازم تكون كونفيرج بالمقارنة باي ليميت كومبارزون تيست ال سي دي، مش ال سي دي تبع ال ها أوكي ليميت كومبارزون تيست، واضح؟ مكتوب عندك الكلام هذا. عادي وبطلع جواب وبتحل وبطلع جواب يقول خلاص يبقى كونفيرج كونفيرج تو كذا كمان وطلع الجواب. ها هو بيقول لي طلع الجواب في الآخر، ها إيجاد الجواب بسيط، تكامل تبعه بسيط محلول عندك وتكملته تكملته في الصفحة الثانية تكملة الحل. بيقول لي ثم أوجد إيش find and compare the two integral values. هل السؤال الآن بقول لي بعد ما تخلص بالمقارنة، طيب احنا طلعنا بحكم انه الاثنين كونفيرج صح؟ بناء على الجواب اللي طلع عندي واحد، يبقى اثنين لهم نفس الحكم. نفس الحكم لا يعني لهم نفس ناتج التكامل، بدليل نكامل هذه ونكامل هذه. لو جيت اكامل هذا، لو جيت أكامل هذه مثلاً هقول هذه إيش بتساوي؟
بدي أخذ ليميت ولا لا؟ امبرابر من واحد لبي لدي إكس على إكس تربيع. ممكن أعوض تعويض مباشر في القاعدة تبعت المثال، بديش إياها، ناش نحفظ قواعد. إكس والسالب 2 دي إكس، مش هيك؟ وبي تقول إلى ما لا نهاية، مش هيك هذا نكامله؟ طيب هاي إيش تكملها؟ إكس والسالب 1 على سالب 1 بيطلع سالب 1 على إكس موخوذة من 1 إلى بي. بدنا الليمت لهذا الكلام لما بي تقول إلى ما لا نهاية، بصير ليمت لما بي تقول إلى ما لا نهاية. يكون عندي بي سالب 1 على بي ناقص سالب 1، هيك دائما بكون أفضل، القواس بكون أفضل. حط بي بما لا نهاية، 1 على النهاية بيطلع 0 زائد 1 ويساوي 1. إذا ناتج تكامل هذا الأولاني بيطلع لي 1. طبعا هو طب عوض عندك في الكتاب على البي مباشرة في القاعدة، إحنا بدناش. هذا كيف بدي أجيبه؟ ليميت لما بي تقول إلى ما هل تكامل 1 لبي لدي إكس على 1 زائد إكس تربيع، سوينا ليميت لما بي تقول لما لا نهاية لتان إنفرس إكس، وإكس موخوذة من 1 إلى بي. نأخذ هذا الكلام، هنقول ليميت لما بي تقول لما لا نهاية قوس للبي ناقص قوس للواحد، صح؟ هنقول هان تان إنفرس بي وهنا تان إنفرس 1، هذه باي على 4، صح؟ الظل وين بيساوي ما لا نهاية؟ عند الباي على 2. عارفين الرسمة؟ رسمتها أكثر من مرة أنا. من باي على 2 لسالب، أو من سالب باي على 2 لباي على 2. وبتجينا بالشكل هذا، بشكل الرسمة بتقول لما لا نهاية عند الباي على 2. يبقى بيساوي لنا هذا بعد الليمت. باي على 2 ناقص باي على 4 بيطلع لنا باي على 4. ربعين ناقص ربع بيطلع ربع. المهم، شوف جواب هذا باي على 4 وجواب هذا قديش؟ 1. هم إلهم نفس الحكم لكن لا يعني نفس القيمة، واضح؟ هاي خلاصة الكلام. المثال الأخير فضل. كثير ما الامتحان مين بحكي؟ إيش ماله؟ هو السؤال إذا طلب منك، أنا حليت كملت على حسب صيغة السؤال. في الأول قال لي شو ذات هذا الانتجرال converges by comparing with كذا، بعدين قال لي find and compare the two integral values، أوجد وقارن النتائج. بس أنا كملت. لو السؤال قال لي discuss أو investigate the convergence، يعني بس يحكم لي عليها هل هو converge ولا diverge، مع ذكر السبب طبعا لازم تبيني بالمقارنه زي ما عملنا، اكبر اصغر او بالليمت. بينفع بالاكبر او اصغر تبعت الدايركت كومباريزون تيست، وبينفع على الليمت كومباريزون تيست، اي واحد بتشوفيها انت. واثنين بزبطين لهذا المثال، بسيط يعني. طيب اخر مثال عندنا بقول investigate the convergence of 1 ناقص اي والسالب اكس على اكس. بدينا نقارن او اسف ان نشوف تكامل من 1 لما لا نهايه 1 ناقص اي والسالب اكس على اكس دي اكس. investigate شوف هذا التكامل converges ولا diverges. طيب انا عندي اي اس اكس الاقتران الأسي رسمتها بالصورة هذه. قبل الاقتران الأسي عموما f of x لما تساوي a أس x، والa هنا نحن نأخذها دائما أكبر من صفر ولا تساوي الواحد كمان، صح؟ نأخذها هيك احنا. هذه رسمتها زي هيك، إذا كانت الa أكبر من واحد ورسمتها هيك اذا الاي اقل من 1، تمام؟ هذا لا بندرسها لطلبه الدبلوم في ماده رياضيات.
إذا الأساس أكبر من واحد بيكون رسمتها بالصورة هذه، إذا الأساس أقل من واحد بيجي. طيب الآن لما يقول لي إي السالب إكس، إي السالب إكس عبارة عن إيش؟ واحد على إي أس إكس، صح؟ طب هذا مش عبارة عن واحد أس إكس على إي أس إكس؟ يعني واحد على إي أس إكس أصبح الأساس أقل من واحد، لأن واحد على اثنين، لأن الإي اثنين وسبعة من عشرة، صح؟ فهذا رسمتها كيف هتيجي عندي؟ هتيجي زي الرسم المرسوم عندكم، هتجيني بالصورة هذه، تمام؟ وين بيقطع؟ عند الواحد، لأنه لما إكس بصفر إي أس سالب إكس، لما واي بتساوي حط بدل إكس بصفر إي أس صفر واحد، يبقى لما إكس بصفر واي بواحد، صح؟ أنا بدي إكس بعد الواحد من واحد إلى ما لا نهاية. بلاحظ إنه المنحنى هذا اللي عندي بكون أقل من واحد، قيمته عند أي قيمة لإكس، أي قيمة لإكس هتلاقي قيمة واي عندي أقل من واحد، أقل من واحد. أنا خد بالك أنا ماخذ من وين؟ من عند الواحد هذا. لما إكس الإكس تساوي واحد إلى ما لا نهاية بعد الواحد، مظبوط ولا لا؟ بده في المنطقة هذه، هاي الرسمة، فهمتوا شو المرسوم عندكم؟ بعد الواحد، وبالتالي أخذ قال لي الإي أس سالب إكس، هذا في الهامش أنا عملها، الإي أس سالب إكس أقل من واحد كقيمة وأكبر من صفر، لأنه كاقتران بيقع فوق محور السينات، صح؟ هنا وين والإكس أكبر أو تسوح. طيب أنا بدي أركب هذا الاقتران تركيب، بدي أجيب هذا الاقتران قدامي، إيش بدي أعمل؟ أول حاجة أضرب في سالب، أضرب في سالب الصفر، أضرب هذه إيش هتصير؟ سالب واحد أقل من سالب إيه والسالب إكس، هيجين الصفر هنا، فيش حاجة اسمها سالب صفر، فيش حاجة اسمها سالب صفر. بعدين أجمع واحد، يبقى حجم واحد يصير صفر أقل من واحد ناقص إيه والسالب إكس أقل من واحد، قسم على إكس، والإكس عدد موجب، يعني لا بيقلب اتجاه المتباين ولا حاجة، ولا هو صفر، يعني بيجوز القسم عليه، حتصير صفر أقل من واحد ناقص إيه والسالب إكس على إكس أقل من واحد على إكس، تمام؟ طيب الآن إيش بده هو؟ طيب الآن لو جيت أحكم هذه لما أخذها من واحد لما هي دايفيرج على البي رول، الأس تبع البي واحد، ما هو إذا الكبير دايفيرج الصغير ما بقدرش أحكم عليه، يبقى هان الدايركت كومبارزون تيست فيلز، يفشل ما بقدرش أستخدمه، صح؟ بروح على الليمت كومبارزون تيست، إذا ما زبطش الدايركت بجرب الليمت كومبارزون تيست. ما هو بالمنطق إذا الكبير دايفيرج، طب الصغير يمكن يكون دايفيرج ممكن يكون كونفيرج، بقدرش أحكم. وبالتالي ها فكبداية لما قال إنه الواحد ناقص إي وسالب إكس على إكس أكبر من صفر وأقل من واحد على إكس، وبما أن التكامل واحد لما لا نهاية لواحد على إكس دي إكس دايفيرج، then لا بالضبط لانه بي بتساوي واحد لازم نقول السبب، then اللي هو الدايركت كومبارزون تيست فيلز، مزبوط بفشل. الان بدي اروح لايش؟ الليمت كومبارزون تيست، هاي عندي اقتران وهي اقتران، اخذ ان هاي الاف وهي الجي، هاي الاف وهي الجي، اذا طلع الليمت عدد حقيقي يبقى يا اثنين كونفيرج يا اثنين دايفيرج، وحيث انه هذه دايفيرج يبقى هذه دايفيرج، بقدر احكم الان، لكن بالدايركت كومبارزون ما بقدرش احكم. الان بدي اجي اقول ناو خلي الاف اوف اكس هي واحد ناقص اي اس سالب اكس على اكس، والجي اوف اكس هي واحد على اكس، ناخذ ليميت اف اوف اكس على جي اوف اكس لما اكس تؤول الى ما لا نهايه، صحيح؟ بساوي ليميت لما اكس تقول لما لا نهاية للكسر الأول واحد ناقص إيه والسالب إكس على إكس، تقسيم بنقول ضرب إكس على واحد، صح؟ إكس مع إكس بتروح لأنها عدد حقيقي من الصفر، وتساوي ليميت لما إكس تقول لما لا نهاية لواحد ناقص إيه والسالب إكس، صح؟ هذا عبارة عن ليميت لما إكس تقول لما لا نهاية لواحد ناقص واحد على إكس،
اي اس ما لا نهايه، ما لا نهايه، واحد عمل النهايه بصفر، بيطلع لي واحد ناقص صفر ويساوي واحد، وهذا اقل من النهايه. اذا الاف ان جي بوث كونفيرج اور بوث دايفيرج، وحيث ان التكامل هذا زي ما قلنا دايفيرج، اذا التكامل تبعنا دايفيرج، والكلام موضح عنه. واضح الكلام؟ اوكي هيك نهاية سكشن 8-7. أي نعم. طيب أنا بهمنا 8-7 بهمنا المفهوم، اللي هو أول حاجة إنه لما يكون عندي ما لا نهاية أستخدم الليمت، صح؟ يعني ما أقدرش أعوض. وإذا كان في نقطة عدم اتصال للاقتران في الفترة في نصها في أولها في آخرها، اللي هو تو تايبز الأول والثاني، بستخدم برضو الليمت، صح؟ وبجزئ التكامل إذا كانت نقطة داخلية interior point. هذا واحد. حاجة ثانية نستفيد من التست، الدايركت كومبارزون تيست أو الليمت كومبارزون تيست، للحكم على الاقتران التكامل هل هو كونفيرج ولا دايفيرج. تمام؟ طيب أوكي. نركز هم بكون أحسن. فيعني هاي المفهومين اللي احنا لو جبنا عليه سؤال في الامتحان هيكون على حاجات بسيطة زي هيك، على التستات أو على المفاهيم اللي قلناها، كيف أنا أستخدم الليمت. أوكي نروح لشابتر 10. شابتر 10 احنا زي ما قلنا، لأنه في عندنا في مادة المعادلات التفاضلية بتاخدوها في الفصل الجاي إن شاء الله، فيها باب من الأبواب اللي هو السيريز سوليوشنز، حلول معادلات تفاضلية باستخدام المتسلسلات. فإحنا بدنا نأخذ فكرة عامة عن المتسلسلات بالدرجة الأولى أكثر من أنه نتعمق في المواضيع، لأنه بنتعمق فيهن حيجي على حساب بعض المفاهيم اللي حكينا عنها في كالكولاس 3 اللي إحنا ضفناها إلكم. فعشان نلحق نأخذها بتوسع أو بشيء من المنطقية لازم نأخذ إحنا مفهوم السيكونسز مش أكثر. أكثر جزء مهم عندنا في شابتر 10 اللي هو آخر سكشنين 10-7 و10-8 على ما أعتقد، اللي هو الباور سيريز، اللي هي متسلسلات بكون فيهن إكس كمتغير مش الآن. كبداية نبدأ نفهم إيش المقصود بالسيكونسز والسيريز، إيش الفرق بين السيكونس والسيريز. كلهم مش وقته. بعدين خلينا احنا هنا بكون احسن. طيب الان لو قلت 2-4-6 تقدر تجيب لي ثلاث حدود بعد هيك؟ 8-10-12 هي معناتها متتاليه او سيكونس، كويس؟ يعني حاجه تخضع لقاعده معينه. واضح انه هذه الحد الاول بنسميه، هذه متتالي بنسمي هذا الحد الاول first term second third الى اخره. تمام. الحد العام هو 2 ان، حط ان بواحد، حط ان باثنين، حط ان بثلاثه، يبقى هذا هو الاي ان اللي منه بولد كل او تتولد منه كل السيكونس. تمام. بنعبر عنها بنقول الحد العام او الحد النوني هي 2 ان. المتسلسل نفسها بنعبر عنها بالصوره هذه اي ان، وبنقول ان بتساوي من واحد الى منهج قريب من حكايه السيجما هذه. المهم وهذه يعبر عنها بالصوره هذه 2-4-6 الى 2 ان الى اخره. لازم نعبر بحد عام في المتسلسل المتتالي، هذه سيكونس. تمام. طيب الثلاث نقط هذول قلنا عنهم، دائما في الرياضيات بنحط حاجه اسمها ثلاث نقط، مش للشبع تحط الى اخره وتضلك للصبح تنطي، لا هن الثلاث نقط بنحط
في اوامر في في البرمجه في في الرياضيات لما بيكتب ابحاث او غير الواحد في خيار اسمه 3 دوتس بحط الواحد بيضغط عليها بحط 3 نقط لحاله بنعدش 7 8 10 نقط افتح هيك اي تكست اي كتاب في رياضيات مكتوب بتلاقي ما علينا 3 نقط هذا بنسميها المتتالية او سيكونس هذا بنسميه الحد النوني او الحد العام او بنسميه الانث تيرم الحد النوني اللي منه بتتولد جميع المتتالية تمام المتتالية هذه يعني ممكن يكون عندي اكثر من متتالية ممكن يكون عندي بي ان الحد العام تبعها ناقص واحد اس ان على ان يبقى ايش المتتالية بدها تكون عندي حط الحد الاول ايش هيطلع ناقص واحد على واحد ناقص واحد حط ان باثنين الحد الثاني واحد على اثنين اللي بعده سالب موجب سالب موجب سالب دائما السالب واحد اس للاشاره بس مش اكثر لانه واحد في الاخر يا سالب يا موجب سالب موجب بضل المقام يبقى هنا لما احط فردي بيطلع لي سالب لما زوجي موجب يبقى سالب موجب سالب موجب وانتوا تلت ربع خمس سدس الاخير وبعدين ترجع للاشاره موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب مظبوط هيك تعمل بعدين الثلاث نقط وبعدين بحط سالب واحد اس ان على ان بعدين نقط الى اخره هاي المتتاليه اللي قدامي تمام طيب ممكن يقول لي السي ان ان على او ان ناقص واحد على ان حط ان بواحد صفر حط ان باثنين حط ان بثلاثة حط ان بثلاثة هاي الحد الاول الحد الثاني الحد الثاني الحد الثالث ثلاثة اثنين على ثلاثة بعدين ان ناقص واحد على ان الى اخره تمام الان السؤال هاد كله الموجب خلينا نسمع اقسم مين هذا سالب واحد اس ان اقسم كيف عادي خلص بكون راكب ومخه كويس عشان تفك من لانها حضرها تفكر فيها لاخر المحاضره وما حكتهاش لي ابدا زين قول في متطابق المتطابقات غلط في الكتاب مثلا واحد من زمان كويس انا انبسطت انها حاوله يعني مثلا الكوش تربيع اكس ناقص احنا قلنا لكم بلاش من هذا بتساوي قول لا بتطلعش واحد تطلع اي اس 2 اكس مثلا وجربت اكثر من مره اكيد بقول اكيد في خلل طلعت طريقه الحل بيكون فيها خطا معين خلص مش منتبه له صح فلما تنتبهي بروح يعني بتساليني على السريع ان شاء الله بنشيل الغموض المهم الان المتتاليات اللي قدامي عشان نخش على مفهوم ثاني معي الكلام هذا موضح في الصفحه الاولى الان هل هذه كونفيرجز ولا دايفيرج يا سلام كمان هان هذا مش تكامل هذه متتاليات هل الحدود متجهة إلى عدد معين أقول عنها كونفيرج ولا لا تتقارب من عدد معين أقول عنها دايفيرج هذه بتكبر بلا حدود 2 4 كل ما لها بتكبر فرايحة لما لا نهاية بقول عن متتالية من هذا النوع دايفيرج أو دايفيرج ماشي أو دايفيرجنت سيكونس متتالية متباعد أجي لهذه طلعها ناقص واحد نص سالب تلت ربع سالب خمس سدس عشان تستوعبه طلع الحد الاول سالب واحد الحد الثاني خلينا نقول احنا تجاوزا هاي سالب واحد هاي الواحد وهي في النص بين المين الصفر عشان نستوعب هذا الحد الاول الحد الثاني هاي نص الحد الثالث هاي سالب تلت اللي بعده ربع اللي بعده سالب خمس اللي بعده واحد بيجي هان واحد بيجي هان واحد بيجي هان واحد بيجي هان وين رايحات بقرب من الصفر رايحات للصفر صح
واضح انها converge to zero. بنقول converge للزيرو. هذه بنقول عنها divergent. صح؟ ولو شلنا السالب وحطينا واحد بحث واحد على ان عشان كلام شاهد يمشي، لو اخذنا واحدة واحد على ان وسميناها كي ان مثلا الحد العام، هذه هتكون واحد نص ثلث ربع خمس سدس، ضل رايح لوين؟ للصفر. هذه حدها موجبه، هذه برضه كونفيرجز لمين؟ للزيرو. هذه كونفيرجز للزيرو، هذه وين رايحه؟ صفر نص ثلثين ثلاث للواحد. احسنت، للواحد. بين كل ما البسط بيكبر والمقام بيكبر بواحد، بس بقرب من بعض. النص خمسة من عشرة، الثلثين 66%، لأن فاصلة 6 6 6 6 للصبح 20 على 3، صح؟ الثلاث أرباع 75%، الأربع أخماس 8 من 10، وهكذا. فبقترب يعني هذا صفر، هان 5 من 10، هان 66 أو 67، هان 75، بعدها واضح إنه رايح بعدها 9 من 10 حتقولي، وبعدين بتلاقيها تصير إيش؟ 9 9 9. إذن هذه كونفيرجز لإيش؟ للواحد. يبقى في عندنا سيكونسز، إيش كونفيرجز وإيش دايفيرجز. تمام؟ شدنا في شعور بعض، راحنا. هاي حكينا على الكونفيرجنت والدايفيرجنت في الصفحة اللي بعدها، نعتبر عدينا الكلام هذا. طلعوا صفحة 82، عندي سيكونس معطيني إياها، الحد العام تبعها جذر أن. جذر أن. يعني بدل ما هي 2 ان مثلا جذر ان، قال لي كونفيرج ولا دايفيرج؟ هذا لو قال لي هنا جذر ان، ايش الحدود تبعتها؟ الحدود المتتاليه: جذر الواحد هي 1، جذر الاثنين، جذر الثلاثة، جذر الأربعة. لوين رايحة؟ الى ما لا نهاية. مظبوط ولا لا؟ دايفيرجنت. طبعا هي اللي هي صفحة 82، في عندنا أكثر من مثال على الكونفيرجنت والدايفيرجنت. طلع على الرقم 4، على الرقم 4 لما يقول لي البي ان بتساوي سالب 1 اس ان، يبقى المتتالية أو السيكونس هي إيش؟ عوض عن ان بواحد، بعدها بعدها فلو جيت أمثل على خط الأعداد، هاي الواحد هاي السالب، الحد الأول هنا A1 أو B1، هنا B2، هان B3، هان B4، هان B، كل الحيجي يا هان يا هان يا هان يا هان. إذا لا تقترب من عدد معين، هي لو كلهم بروح لواحد زي اللي قال بشوية بالموجب والسالب رايحات للصفر، بقول كونفيرج للزيرو. لكن هان إيش هان وإيش هان إيش هان، لا تتقارب من قيمة محددة، وهي معناته الدايفيرجنت. تمام؟ لو طلعتوا معلش هان في العبارة اللي فوق مكتوبة قبل الإكزامبل اللي بين قوسين، by the limit doesn't exist we mean that we mean if the limit is زائد أو ناقص ما لا نهاية، or the terms يعني حدود of the sequence doesn't approach approach تقول أو تصل a single value، لا تصل الى قيمه واحده محدده يعني. هاي عشان بنسميها divergent. calculating limits of sequences، كيف انا بدي اجمع نهايات لمتتاليات؟ في عندي انا نظريه بتقول إذا كان عندك متتاليتين أو عندك متتاليتين الـ AN والـ BN be sequences of real numbers and A و B real numbers، بحيث أنه limit الـ AN limit الحد النوني للأولى لما أن تقول لما لا نهاية بيساوي A، و limit الـ BN لما أن تقول لما لا نهاية يساوي B. يعني مثلا لو كانت الـ AN هي 1 على N والـ BN هي لما قلنا ان ناقص 1 على ان مثلا، صح؟ ايش فيه؟ ايش فيه بالضبط؟ ما فهمت.
مراوح الأشمال خالص هن الأشمال الأشمال خالص هذه قاعدة في المبنى الأتشا أعرفوا أوكي الآن هذه هذه بتقول لإيش للصفر وهذه بتقول للواحد بدون ما أقعد أتفلسف عليك وأقول لكم فكي خمس ست حدود تقدري تستنتجي لإيش تقول لا عارفين الليمت عند الملا النهاية تاع توجيه الزمان إذا درجة البسط تساوي درجة المقام فالمعامل المعامل هايها واحد وخلصت وهنا درجة البسط أقل من درجة المقام صفر ولا درجة البسط أقل من درجة المقام ما لا نهاية أو دايفيرج وخلاص مزبوط ولا لا من غير ما أقعد آه حاجة قريبة من هالكلام هذه تقول إلى هذه واحد وهي صفر هذه يعني مثلا هي اللي مسمي ليها في النظرية الـ A وهذه مسمي ليها الـ B تمام عندي تو سيكونسز كل واحدة لها ليميت فبقول لي ليميت الـ AN زائد الـ BN لما أن تقول لما النهاية دائما كل المتتاليات كلهن تؤخذ الليميت لما أن تقول إلى فيش إلى سالب من النهاية لأنه الـ N دائما بوزيتيف انتجر عدد صحيح موجب لأني بقول الحد الأول الآن بعوض عنها بواحد الحد الأول الحد الثاني فيش الحد السالب واحد صح؟ عمرك سمعتي واحد مخدها الصفر ترتيبه الصفر على الصف فيش حاجة اسمها صفر يا الأول يا الثاني يا الثالث عددهم 40 يا بكل 40 صح؟ فيش الواحد وأربعين حسب العدد وبالتالي هذه اسمها رتبة الحد فدائماً الآن بتكون بوزيتيف انتجر عشان هيك دائما الان ناخذها الى ما لا نهايه من ان ان تقول الى ما لا نهايه اوكي الان ليميت هذا الكلام لما يقول لي بيساوي A زائد B معناها ال A هي ايش ليميت وال B هي ليميت كاني بوزع الليميت هاي القاعده الاولى معناها بيساوي ليميت الاول زائد ليميت الثاني ويساوي A زائد B توزيع الليميت اللي بعدها القاعده الثانيه طرح لو كانت ناقص بنحط ناقص بس فلو جبنا اثنين هذول مع بعض هذول الاثنين لو جمعتهم مع بعض طب اجمعيهم بتلاقي المقام موحد صح يبقى لو قلنا اي ان زائد بي ان حتطلع عندي ان على ان واحد وهي فعلا لو جمعتهم حيطلع واحد مجموعهم حيطلع هايها واحد خلينا نقول لكل ان تجاوزا تجاوز يقول أن يبقى هذا حتكون إيش واحد 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 متقاربة ولا مش متقاربة متقاربة تروح للواحد كل عناصرها هن الواحد يبقى هي كونفيرجنت ماشي الحال كونفيرجنت سيكونس لو طرحنا لو قلنا هذه ناقص هاد قول صفر ناقص واحد هو يطلع لي سالب واحد فلو قلنا هذه ناقص هاد بصير ناقص أن زائد واحد صح ما بلاش النظري ورقة والقلم يكون أحسن ورقة وقلم بكون أحسن. المهم أنا بدي في الليمت على السيكونسز بتوزع زي ما إحنا حافظين قوانين الليمت. لو في ثابت بيطلع برا، لو في مضروبات بتوزع على الضرب، بتوزع على الجسم وكل حاجة. في الجسم بس المقام ما يساوي الصفر. هاي الخواص اللي بعدها. ريمارك اللي هي قواعد وإحنا دائما لما بنأخذ النهايات بنبدأ بهذولا القاعدتين نهايات. لو رجعتوا لكالكولاس واحد هتلاقوا في ريمارك كتب لكم ليميت واحد على اكس لما اكس تقول لما لا نهاية زائد او ناقص ما لا تساوي صفر وليميت الثابت لما اكس تقول الى زائد او ناقص ما لا برضو اكيد ثابت نفسه هذه دائما نكتبها فهي برضو في المتتاليات برضو نفس الكلام صحيح هذه قاعدة فالان ايش القاعدة بتقول انه او الليميت واحد على ان لما ان تقول ما هي بساوي صفر وليمت الكي هي الكي نفسها هاي الاكزامبل جايب لنا يعني حاجات بسيطه لو طلعتوا عليها بتلاقوها سهل يوزنج لوبيتال رول لا مثل بسيطه هذه تضحك بضحك طيب حاضر حاضر هل لما يقول لي ليمت سالب واحد على ان لما انت تقول لما لا نهايه اعتبر هذه سالب واحد طلع السالب برا سالب ليمت واحد على ان لما انت تقول لما لا نهايه هذه من الرمارك صفر سالب صفر صفر صعب أني أشوف اللي بعدها اللي أي واحدة فيها كله بسيطات كله سهل كله بسيط نسلق بسرعة لا بس يعني مثال بسيط ما فيش داعي نقعد نضيع وقت فيه لأنه كلام بسيط صحيح
بدنا نروح لايش؟ في نظرية بتقول طبعا العنوان اللي هو استخدام قاعدة لوبيتال للبحث على نهايات المتسلسلات اللي قدامي او اسف المتتاليات اللي قدامي. نشوف النظرية ايش بتقول. Suppose that f of x is a function. خدوا بالكم هنا f of x اقتران عادي مش f of n، مالوش دخل هنا في ايش؟ في المتتاليات، في المتتاليات. نعم. Suppose that f of x is a function defined for all x اكبر او تساوي n node. يعني زي ما اقول f of x، زي ما اقول f of x هي جذر x ناقص واحد، ايش الدومين تبعها؟ شيك؟ هذه معرفة لكل x اكبر او تساوي الواحد، والواحد عدد صحيح موجب. هو الان لما يكتب لي ان معناه بيحكي على عدد صحيح، عدد صحيح بيحكي لانه بعد هيك بده يحكي على متتاليات. فاذا كانت الاف اوف اكس از ديفايند فور اول اكس اكبر او تساوي ان نود ان ذات اي ان از ا سيكونس اوف ريال نمبرز، بحيث انه الاي ان تساوي الاف ان. انا هنا حاجه اقول الاي ان خلوها جذر ان ناقص واحد. الآن الـ Fn إيش بتساوي؟ Fn جذر أن نفس هذه ولا لا؟ وهذه n أكبر أو تساوي واحد أصلاً، هي أصلاً الـ n أكبر أو تساوي واحد. فهذول التنتين حق نشوف النظرية ولا لا؟ تمام؟ تمام؟ مين قال؟ أنا عندي هذا الاقتران، اقتران معرف على فترة اللي هي الدومين تبعها اللي نعرفينه x أكبر أو تساوي واحد، صح؟ والواحد عدد، هذا اللي سماها الـ n نود، صح؟ وهذه هي الـ n نود. الآن f of n بتساوي الـ an لكل n أكبر أو تساوي n نود ولا لا؟ هات الـ fn إيش هتكون؟ جذر n ناقص واحد سواء لهذه أو لهذه. طبعا هنا هو بده الاف لما اعوض فيها مش اعوض على النص والربع قصدي واحد ونص وسبعة وخمسطاش وثلاثة واربعة واربعة من عشرة، لا عوض باعداد حقيقية صحيحة موجبة. اف الخمسة، اف السبعة، اف التسعة، اف العشرة، هتلاقيها نفس حدود المتتالية اللي قدامي. اوكي، فالان اذا كانت الاي ان تساوي الاف ان فور اول ان اكبر تساوي ان ذن، فان إذا تحقق هذا الكلام فإن limit إذا كان طبعا هنا if limit f of x لما x تقول لما لا نهاية يساوي L، فإن limit الـ an لما n تقول لما لا نهاية برضو بيساوي L. تمام؟ هذا هيك اللي حابب يقوله هو. طيب نشوف الإكزامبل اللي موجودة عندنا. إيش بقول لي؟ Show that limit ln n على n يساوي صفر. تمام؟ على النظرية. طبعا لسه ماشي، احنا بدنا نطبق لوبيتال. اثبت انه، بقول لي اثبت انه show that limit ln n على n لما n تقول لما لا نهاية يساوي صفر. انا بدي احاول اطبق النظرية، بدي اجيب فانكشن انا عارفها لسه ما عرفتش كيف اتعامل مع السيكونسز. هذه سيكونس، حد عام في سيكونس، مزبوط؟ طبعا لو قلت لك فك السيكونس هذه حتقول لي لن الواحد على واحد صفر، صفر. حط ان باثنين، لن الاثنين على اثنين، لن الثلاثة متتالية، قاعدة ولا مش قاعدة؟ متتالية. فهذا انا مش عارف كيف اتعامل معها، فبدي اجيب فانكشن تشبهها، بدي اشوف الاف اوف اكس اللي بتساوي لن اكس على اكس. طبعا هذه لازم تكون الان اكبر او تساوي واحد، مظبوط؟ هيك احنا بنشتغل. هل هذه معرفه للاكس اكبر او تساوي واحد ولا لا؟ نعم. عند الواحد كون صفر على واحد صفر معرفه، اقل من واحد برضه معرفه. هي معرفه من وين تبدا لين؟ من اكبر، من صفر، اكبر من صفر اللين، مظبوط؟ دومينها اكس اكبر من صفر، انا بدي اياها اكبر من واحد عشان تمشي مع شروط النظريه. ممنوع. اه طبعا هي اصلا بغض النظر حتى هيك اللين معرف على ما بعد الصفر.
اكبر من زمان، حتى مش من الصفر، من بعد الصفر. فهذه معرفه على اكس اكبر من تساوي واحد ولا لا؟ نعم. الان بدي اقول له بما ان ليميت لل اكس على اكس لما اكس تقول لما لا نهايه، تعويض مباشر ما لا نهايه على ما لا نهايه، بروح بعمل لوبيتال رول، حتسوي لي ليميت لما اكس تقول لما لا نهايه، المقام ايش مشتقته؟ واحد البسط ايش بيطلع؟ من صفر. طيب هذا الاقتران نفس هذا السيكو مزبوط او السيكونس. نعم. بقول اذا ليميت لن ان على ان لما ان تقول للصفر تساوي صفر، وهو المطلوب بناء على نص النظريه. اذا ليميت الاف بيساوي الف، فليميت الاي ان بيساوي لما ان تقول لما لا نهايه. لا ناسي كمان صفر جنب هنا مزبوط. نعم. في خلاص انسوا الكلام اللي كثير، انسوا. انا خاطري اخذ بس المثال اللي بعده عشان اقول لكم بدناش نلتزم بطريقه الحل المحلوله هان، اعطيكم اياها على طريقه احنا اخذناها سابقا. اخذناها سابقا زي ايه؟ عندكم محاضره بعد هان؟ امتحان وقت ايش؟ طبعا واحد، احنا ناخذ خمس دقائق بس ونعوق الباش مهندس خمس دقائق بس ان شاء الله فيش مشكلة. الآن عشان الباقي هذا كنتوا بتقروا لحالكم النظرية أو بنقولها المحاضرة الجاية إن شاء الله. ماشي ما علينا. اكزامبل أربعة مهبش السلق. Does the sequence whose nth term is converge؟ الـ AN بتساوي، بقول لي هل المتتالية اللي حدها العام AN اللي بيساوي N زائد واحد على N ناقص واحد أس N، هل هذا كونفيرجس ولا دايفيرجس؟ هل هذه متقاربة ولا متباعدة؟ هذه أنا بقدر أقيسها على اقتران على نفس النظرية. كويس؟ أذكركم بحاجة على السريع في الأسئلة اللي كانت تراجع الأسئلة، لو كانت عندي f of x تساوي x أس واحد على x، هات الليمت لما x تقول إلى ما لا نهاية، هذه ما لا نهاية أس صفر. باللم باللم الناس اللي بتقرا الحقوا الحقوا شوفوا الحاجات هذه الافكار. باجي بقول هات الليمت، بده ليمت بده ليمت اكس اس واحد على اكس لما اكس تقول الى ما لا نهايه، باخذ هاي الاف يبقى لن الاف بيساوي واحد على اكس لن الاكس، صح؟ بتصير لن الاكس على اكس، يبقى ليمت لن اف لما اكس تقول لما لا نهايه بيساوي لنا ليمت لن اكس على اكس لما اكس تقول الى ما لا نهايه، بايش؟ باللوبيتال. واحد على اكس بساوي ليميت واحد على اكس لما اكس تقول الى ما لا نهايه بيساوي صفر. هذا ليميت مين؟ اذا ليميت اف اوف اكس لما اكس تقول لما لا نهايه يساوي الاي والصفر، مذاكرة؟ لا. ويساوي قديش؟ واحد. مظبوط؟ هيك المفروض، صح؟ طيب الآن بدي أشتغل. مفروض هالحين في الكتاب هو بجيب الاقتران زي هذا بالضبط، إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد أس إكس، وبحل وبجيب الليمت تبعته، وبعدين بقول لي الليمت نفس الليمت على النظرية. أنا بعطيكم حل زي هذا مباشر وخلص، بدل ما تشتغلوا مرة على الإكس وبعدين تقارنوا، خشوا مباشرة على الطريقة هذه. يعني مباشرة أجي بقول أنا هان لسؤال زي هذا، هذا بكتب وراي قال لا، هذا مثال قديم وفي التمارين بتلاقوه نفس السؤال. الآن بدي أقول بما أن الـ AN بتساوي كذا، إذن لن الـ AN إيش حيساوي؟ N في لن N زائد واحد على N ناقص واحد، صح؟ طيب أس هيها. الآن بدي أحولها على صورة بسط على مقام. في ناس بتقول لي طب لو وزعنا اللن لن البسط ناقص لن المقام ايش حتصير؟ ان في لن الان زائد واحد ناقص ان في لن الان ناقص واحد، صح؟ طب الان قديش عندي ما لا نهايه؟ في ما لا نهايه ما لا نهايه ناقص صارت ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، بقدرش اطبق لوبيتال، بدي احولها بسط على مقام، يبقى خلينا زي ما احنا بكون افضل، صح؟ يعني انسي الفكره هذه، انسي الفكره، بدي احاول احطها على صوره
بسطع مقام بصير لن ان زائد واحد على ان ناقص واحد على واحد على ان صح. إذن ليميت لن الاي ان طبعا هذه الافكار للي بيحل لحاله مش اللي بيقرا حلولي او الحلول لا اللي بيحاول لحاله بيجرب اكثر مره وبيغلط بعاود بيحفظ الافكار هذه بساوي ليميت لما ان تؤول الى ما لا نهايه للكلام هذا اللي مكتوب قدامي انا بدي اخش على ايش على لوبه المباشره ايش مشتق المقام صح اللين ايش مشتقته واحد على الاقتران فمشتقه الاقتران واحد على الاقتران مقلوبها في مشتقه هذه بالله 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 امانه 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 الان بدي اشتق انا في الهامش ان زائد واحد على ان ناقص واحد مشتقتها على مربع المقام المقام ومشتقة البسط ناقص البسط ومشتقة المقام واحد هتصير عندي ان ناقص واحد ناقص ان ناقص واحد على ان ناقص واحد الكل تربيع ما حدش يشك انه بيعرفش تعرف هذا مع هذا بصبح عندي سالب اثنين على ان ناقص واحد الكل تربيع يبقى في سالب اثنين على ان ناقص واحد الكل تربيع هذه بتروح مع التربيع بصفن هذول مع بعض حول القسم الى ضرب بصير عندنا ليميت سالب مع سالب ماشي الحال بصير عندي 2 على ان ناقص 1 ضرب استنى ان تربيع ناقص 1 هذه في هذه فرق من مربعين صح ان تربيع ناقص 1 في ان تربيع على 1 حتصير ليميت 2 ان تربيع على ان تربيع ناقص 1 لما ان تقول الى ايش بيطلع لا من غير المعامل نفس المعامل الدرجه نفس الدرجه صح يبقى المعامل بيطلع 2 هذه 2 باجي بقول حطوها على الاي لانه ليميت اللين بقول اذا ليميت اي ان لما ان تقول لما لا نهايه بيساوي ليميت الجوز تبعنا الان زائد واحد على ان ناقص واحد اس ان ويساوي هي تربيع وخلاص من غير ما ادخل الاف في الموضوع الاف في الموضوع.